بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد غير كي نبدر حماس غزوة بدر لأنه يوقع نقيس العدد النتائج اللي كان الغزو وهو ظهور النفاق وكذلك العدد يعني المشركين اللي برمنين المدينة ورينا غنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كذلك ودين العداوة اللي سند اللي جبدا ال أرس... ال ال السبعين نكرجس صافي سنتلنت ورينا نفس طريقة تقدمته هو دس لمؤامرات كذلك غزوة أحد دفع نتائج عكسية تماما غير لي النتائج غزوة بدر غزوة أحد نغزري ليش ران يري النوع الجرأة ينوع العداوة دي تبين دي النوع نقول يبين ده مس لغة مس المشركين اللي اللي كان تنيد المعركة يزورن ولا تلي جورن كذلك المشركين اللي اللي بالرمنين إني صلى الله وسلم غمس الجزيرة العربية وكنسول سووا بدا فلاس بدفلاس سووا لنا تنين تني جانا نغاري عندي بخارنا أرتمي قرني مدن مس الجزيرة تكسني مدن يدانس أبلا قريش أشكو غنش كذلك ودين غمس وقلس المدينة المنافقين اللي تشاعن كون ما ضد النبي صلوات الله عليه وسلم وعليه. غي أه القضية تفرق نقر المشركين المشركين قريش أبو سفيان بن حرب أتينا النبي صلى الله عليه وسلم موعدنا بذر العام القابل الناس غزوة أحد اللي غريب لك الناس تيرات داغن قير أسكو سانديوش كان أنني ميقير أماس أماس بدر الناس ناس إن ناس النبي صلى الله عليه وسلم إن ناس صحابي ناس بين بيننا وبينكم الناس أي حتى كلاتي هاتي نوجد وين الدانا أرستعدان أو المشركين اللي برملين إن النبي صلى الله عليه وسلم غمس الأحوال بدال أرض طمعان مثلا زوج بنو أساد مثلا بنو غطفان المجموعة نغوي كلنا بدانا ورينا غير يسلط مع اللي باش نتهجمنا في المدينه عرفت كسنا اي اي اللي كسانا عرفت كسنا التجار اللي ديوين عرفت خطفنا لبعض الامور غماس المدينه والنبي صلى الله عليه وسلم الشغلانه طبعا ورا ورا تجي زيكي زغي كان هو ثاني كولي زوار كولي زوار النبي صلى الله عليه وسلم اللي غني لكما اللي غدو غماس على الاسد وركك كما يقول او ينزل أه جواسيس الاخبار بانه بنو اسد استعدان تنيد كرام بنو غطفان استعدان باش في المدينه يصيف سرس النبي صلى الله عليه وسلم أه ابو سلمه رضي الله تعالى عنه اما البعث جات الغزوه غزوه بنو سلمة سليمه فعلا يفوغ سرسنا ابو سلمه رضي الله تعالى عنه اللي خدني لي الكم اللي كم تنين ورتاك سو ورتاك يلا بحرسوا سمونا نجاح في الشغل يشتي ذات الشمل رول فلنا اللي فلني ويتي رضي الله تعالى عنه سي المدينة وريكي والو الصيف آه النبي صلوات الله وسلامه عليه آه عبد الله بن آه عبد الله بن اويس رضي الله تعالى عنه الصيف تحت انت للمشركين المشركين أرسمون حتنتني كذلك ومثال النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك باش الدجمن الدجمن في في المدينه غدا يعني السنه الرابعه يعني دارت اسكو سنيت دارت اسكو سنيت اللي غجرى اللي غجرى غزوه احد غزوه احد جرى من شوال السنه الثالثه أه الشغل كل شيء زرى يعني تقريبا ثلاث شهور ربع شهور دارت دارت غزوه احد الشاهد غمس نغي لقتد اجريت الواقعة على واقعة بعث الرجيع وهو النبي صلى الله عليه وسلم يصف ديال نمرو رضوان الله تعالى عليهم يكرا مدن جاني مسلم على ستين عضل يلقر القوم رستين عضل يتقبيل هذه على قارة يصف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينمرو الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يفلسن إيه عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه على أساس الدون أدمني مدنا دين نسن مني نسن القرآن مني نسن من الأحكام الإسلام شكوك لسنا حتي الحماية الدواء هذه جد تستيقن أستيقن لبعوت السرايات غير مو كل سفلد ولكن إلى إيه العمل الضغدوات اللي كان المؤسس يقل المكون يقل ساس التيجان العلم التعليم نشر الدعوة نشر الدعوة العلم التعليم التغوى قال الاساس نشغل كلوت غينا غادي تفو حتى الحماية ولكن يغدو ربي وري اللي ما ما يتصار الخير يحموت هانا وانا ليش كان تيزلو الزو وانا ليش كان يكسس 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 ما يتفو كان هان كريقة الزمان ديك العصر لا سليحة اللي يقتل ذيك مثلا زمناً لقيس القوة العسكرية تتبهرى أبهري بيان تتبهري اللان رغم يعني مثلا البدائيا غير لقيس اللان سيوف الرماح هاتي العصرة العصرة اللي كان سلاحا يقولان واللي زورن هاتي كان صورة الإعلام الإعلام شكون تاني تشكل العقول تاني كان كل شيء كل سنة تبدا تيرت تبدا تكرر هاتي الإعلام انت انا يسكون العقول مدن انت يسكن غميدن نغميدن اي نيرا انت توجه صغير لي صغير لي راه الشاهد غا غمس مس مس لذلك مسلم كذلك زمان اللي خصا اي اللي سيتحير بالاسلام نفس لحنا انت سي خصا عصر صحار مي مسلم انت سي تستعمل باش ان ستين الاخطار اللي لنا في العقيده الاسلاميه اللي لنا في الاحكام

نكرن وين غوين سيت تويرت مي غنديسن غوين كان ميتين غوين كان مراو ناني يعاصي بن رضي الله تعالى عنه ناس كزاداتين فاو اللامان الناس عاصي من كي لامان المشركين نكورسو سومينا يمي غديسن غيسن مراو غيسن غا نغين تنتا قبل غوين الصلح وكزند لي غد كوزن أمزن بدونار تنكرفن نغين قيسنا سا بقاند سين يبقى دا يبقى خبيب بن عادي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبقى كذلك زيد بن الدثنة سين يبقى سيناد ديبقاني وينتني وين تنيد وين تنيد سوا اشكو سان وغينا وغينا داشكين وغينا دي سنمون اشكو غير كي دوك زنب دونا تنكر في يعني كيسنا هذا اول الغدا الغدا ناسن الناس انت اللي تفهم غلامان اللي غدو كول سير ما تكرفم اذا اللي غراك تكرفم تنبس روماني يضني نغي سان كلوتن عمزنا عمزنا سيناد وين سمكه زنزينتني قريش عمود زنزان خبيب بن عدي خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه ززنت يا ابو سفيان درب ياتنس ان غيت عقبه بن الحارث زيد بن الدتينة ززنت صفوان بن اميه صفوان بن اميه ان اشكو ان غاسد لي ان غاسد لي كان غمس كذلك عقبه بن الحارث ارتين بانه غمس ان انغت ان هو ان خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه يز غزوه احد نغد غزوه بدر الشاهد غمس نغي يويند يوين تسينا دغيك اللي سنا سن المدينه صفو بن بن اميه غونا خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه هو مزنت كاين تغير حبس قنت قندين اللي خصني قن وكان سنت هو اللي قال والين ربي تبارك وتعالى من ضمن الامور اللي في الناس زران غاكودان انه يكتينا ريشتا اضيل ريشتا اضيل بلا لوقت نس سول مكة كلو تيناك تيمار دروس وريس اللي حتى حتى تيني وريس لي نتا ريش تضيل كذلك راه ندور إلى إلى الموس إلى باس سيسي الزر إلى 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 سيسي الزر إلى كانت نتفوق تمزينا الموس هناك كفي عندنا تويز الموس تكسر في سيدنا ناك اللي ختين داني تناك إسرا ستينغ إسرا ستيه دينا مثلا سيسي الموس أنا نتكلم يا الموس يرزم يتفروخت الناس سيسي كيلو موس تاع الزر المهم شيء السيد لي كارينا اي لي كا لي غير تنغيل سوف انت شكون زعما ورانا تنغيل غير حرام تنعيم تنعيم غير موتينين غير هذا مسجد عائشه غينا السفغن صلب انت المهم قبلات الصوم لان سن جيتي يا تزال سنة الركعات يا تزال سنة الركعات ترتيني العلماء هو اول من سنى ركعتي القتل يعني يا تزال سنة الركعات قبل يمت اول من سنى ركعتي القتل خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه وارضاه يزال سنة ركعة اللي إن سنو الله ملاد جيسور يسور كسور غات نامي كسود عسار جيسن طولق وانو ميمينا كسر من تاليخ سربن إن سابو سوفيان بن حرب وماك زايد هرن غيلا يساكي بين أنتي أنت إليه تماس انت كبينك إليه النبي صلى الله عليه وسلم غاماس نغيلا ما سرب اللي غا اللي اختليت زي ما زدوك هاني غاسينا تابعته وانا اللي غديت أنا غير تيكم تغي إن والله الله إن سام غير غيل غير عادي تصل ميريت نغيم إن سغيلة ورغن كي إن بيسوس لما أتيت وسنان أمس غير لغني لا يعني مس مس أمس المدينة وكان غير سنتيني بدأ أريد توكد بأنه صحابة رضو الله تعالى درسني تعلق بهري جون النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا درسني يعني يعني شوق بزاف الشخص الصلوات وربي وسلام عليه علاش الرساله الرساله للارسلال بالوحي الوحي اللي في لذلك اللي غيموت صلوات ربي وسلامه عليه غير كذا ان شاء الله تبارك وتعالى والصديق اللي سيموت <applause> يعني العدد اليومين بانه النبي صلى الله عليه وسلم يموت منهم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه المهم سيد لي أه صلبنت انغنت عسيسن في اللاس. الاختيار النغاني يبقى ما يبقى مسلوب غير كنا زعما تشفيان دايرين الاخبار آه نسال جدون ثانيا الارهاب حتى مسلم اللي سلا نغمس نغمس مكه وبعد السلم الدين المجرمين المشركين اي اللي بدا تسنن الارهاب اللي تسنن في مسلم الارهاب اللي تسنن في ميد ديرانين الدين ديرانين الالتزامات الا بدا الشغلات الا بدا الى يومنا الحاضر اي اللي كله تسنن ذو الحجيات القضايا اللي تسالاناتي بين القاسي والداني ما قال الغرض هاني غدي وربي اه تمس الدين نك غدا تقرب تمس مليح كذا الى اخره كيجرزوت فلان هانا كيجرزوت كذا كذا الى اخره هان غوان كذا هان غوان يجرس كذا وكان الحر انت اللي تفهم الجماعه اللي تسال اللي تسال من يعني تسال من تيني الشاهد نغي صنغي تيقال وهو أن أمية بن عمرو الضمري رضي الله تعالى عنه وأرضاه إسكريات لحلت أي اللي اختي ديكس أمس يجدان يروي رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنهما جميعا عمرو بن أمية الضمري أدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه المهم القصة يا ين وين ولا مسلم ين 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 هو الشاف غمس القلب لسجين النبي صلى الله عليه وسلم ولا غمس القلب للصحابه رضوان الله تعالى عليهم علاش شكون اللي قال دان الفقهاء قال القراء واللي غرانين القرآن واللي فتفقهني المدن واللي كذا ومع ذلك صبرنا صبرنا المدن فهمت شكان علاش اشكو المشكل أه وقاسم المشركين اللي دماغ شكون الهذليين قال احلاف قريش قال غمس الحلف مس الحلف قريش الشاهد غمس نغيد انه أه البعثة بن الرجيع ضربت نس ضربت نس شقا شويه ولكن نورت الكم يا ضربت انا كرادي داعي 20 دمراو نغوي اللي مازيس من ن... ن... نولي موتين نمسن بئر المعونة طبعا غوي اللي نبعث بعض الرجيعات اللي غنغوي هاتي غدرن اشكو فاناس اللامان لاناس هاتي فاون اللامان يغدي تقوزن اللي غدو تقوزن غدرن غادي كا سبحان الله العظيم مع انه العرب غمس الجزيرة العربية غادي زرين الغدر و اللي يامسن الشي ولكن بدرتي تبين غير الجهة تمي الجهة نغوي مسلم اللي دار للدين اللي درسنا الشرع اللي درسنا اللي درسنا اللي درس الحكام باش تسن بانه يبليس عليه لعين الله اريد اريد تمسخ بنادم حتى غمسنا غير اليد اللي يعتقد غير اللي سيتيني يوم السرس هن ورس السولي التامني غدوي ربي ين الحق يني كانت غوصة اللي لي تلوح تلوح الحبائل ابليس المصايد المصايد ابليس شايد غمس نغي وريكي والو وريكي والو في الحادثين يشكي ينغمس نجد درس سيدي النبي صلوات الله وسلامه عليه على ستينين ابو البراء ابو البراء هو يشكي دار النبي صلى الله عليه وسلم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يناسو الدين كينا آه عرض المهم اريق بالاسلام ولا يقل عدو ولا يقل عدو الاسلام ولكن الناس تجمعت الناس ولا ديسن صفت يعني منا وغمس غمص عندك انك عطني صفت جهة غينا لجهة نجد لجهة نجد لجهة العراق إلا جهة النجد أنا دار درميدنا آه فلسنا نغرين القرآن دعوتني لسامتي ربما عندك سنة أوربية تبارك وتعالى التيسير التبعين دينا اللي دي ويت الناس نبي صوت ما ودي ديك صوت فلسنا تي غير نايلا يسال العدد العدد يقطعني العدد كذا العدد كذا أه يغدور بالصفة الثانية صغيرة يمكن يتنغين الناس هنا وين كان كان تجرنيو يعني ديماو ديماو فلان هناك فعلا يصيف داس النبي صلى الله عليه وسلم سبعين واحد كرادي دا عايشين دمروا ورقاز للقراء كلو قال حفظ القران ويسن لنا من الشارع كذا الى اخره صيف اثنين اي اللي غلي كمنا اي اللي غلي كمنا يلي ما كادر السنين بارمعونا جوزنا غا نكرن سرسنا سنك نكرن سر سنكرنا كرنا 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 نكرنا نكرن سر سنكرن للمشتركين غمسنا نجوايه يا جيسنا يتقبل ثلاثتين ريال يت ثلاثتين ثكوان يت ثلاثتين عصياء طبعا القوم البراء بارع أبو البراء ادوا ورسس ور نكرن بن سليم ودني وور نكرن على ششوه ديفنا اللي لمن يمدنا إيه انا غير ولي لي عن بكرة ابيهم وريس فينا حتى اللي غدوش كان فعلا آه الخبر اللي غدي لك سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يت يعني زوجي يطول يتغول اختي سبعين واحد يغسل زيت تمرة وهذه ثمانين واحد سوري وزيد أي سنينة. ماشي يا أيها الناس ليس ستينين واتي الحفاظ للقرآن ولي وسينين الشرع وسين الشريعة غيد النبي صلى الله عليه وسلم أرتيني الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرجود النبي صلى الله عليه وسلم يقلق يسيت الحزن وري صبير ماشي وري يعني مثلا إذا يعني ماني ولكن يبين قصة التعطور يبين قصة الحزن إلى زمجة المدة يطول حتى يموتك داك سيدنا حمزه رضي الله تعالى عنه غمس غزوه احد غزوه احد يموت سيدنا حمزه عميس امتني كي 70 واحد يتا قيسيمون ولكن الحزن اللي سي جرى غمس ولا سي جرى غمس ميدي غزوه احد يقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهر شهر كله كراي قد تظليت غمس الصلوات الخمس لوقتنا يزول الله الركعه يقران قيس دارات الركوع هذا آل كوين نسمع الله من حميده يلي فسنس آل التيني اللهم عليك برعلين وذكوانا وعصيا عصت الله ورسوله اللهم اجعلها عليهم سني سن يوسف افلسني كاسن في ربي القوم سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام افلسني دون بس لما الشهر كلوت افلسني الدعو الشهر كلوت تصلي وين تزالي دارة التمس دائما الركعة يقولان بعد الركوع يعني دارة الركوع أريد تلي فالسنس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في غدارت دارة أريد تدعو أريد الناس اللي تدعو أريد تدعو صدامار يدعو ينسنس الويل يدعو ينسنس الجفاف يدعو ينسنس سي العدد صلوات ربي وسلامه وسلام عليه الشهر كله اي لي غدي زوك تبارك وتعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون ما يفل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ورسول الله الدعاء هذا العلماء دعاء قنوت النازله دعاء قنوت النازله لو كنا دي كان النازله في مسلم وقعت المشكلة المشكل كان المصايب غلاتي كانت كله ضرب ربي تبارك وتعالى اعفو مسلم اني يعتني من أدم اي دعاء القنوت يعني دعاء القنوت النازله الركعه يقولان دارت الركوع زالي وين كله تنساو فريضه نختي قال نافله بحال بحال الشهيد غما صنغي النبي صلى الله عليه وسلم يسكر دعاء القنوت الشهر كلوت اي اللي غادي يوكز رساله كامله شيء او يع... او يعذ... أو, يع... أو, يع... او يتوب عليهم ويعذبهم فانهم ظالمون فدين ما يفهم النبي صلى الله عليه وسلم القنوت فنشكا غي تلاقي سي العدد للفوائد الفائده اللي كله كيسي يقول هاتي وهو القدر العلماء الشريعه غمس المجتمع المسلم هاتي غو اللي غبوتن هاتي وريكي اه وريكي عاديين كادين هاتي مد لوسينين الشريعه وكان هذيك نخصان بانه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء العلم راه تدو غا ماس ميدن راه تدو غا الاسلاميه ماشي سي تدو يعني راه تصبح صباح بنادم يليح القران غا ماس مرنس نغد لاح العلم ماس العقل نس لا ولكن راه تدو العلم موت العلماء يغموت العلماء راه نسيت مولاي لي سن يغدي وربي مولاي لي سن هالجهل راه تدو شي دي ميدن مش كاد يقن سبب القلق الحزن اللي يدن سيدي النبي صلى الله عليه في مدنه. ثانيا القضية العلم انت قال الحياة انت قال الحياة ميدن ربي تبارك وتعالى في القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الساعة الروح أشكو الحياة الحقيقية أنت هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في يمشي به في الناس كما مثلا وفي الظلمات ليس بخارج منها هو من كان ميتا فأحييناه يكتي موت نحيوت ما سنحيا نحيوت القرآن نحيوت العلم إذا العلم الثاني قال الحياة ميدن ولكن العلم اللي غير العلم غير الكتاب هو العالم العلم ما كنت نفعوه ما سيدمر ميدن غير القلوب من العقول ما ولهذا في سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه غمس الزمن سيدنا ابو بكر غمس الحروب الردة يعني بانه المجرمين كل شيء المرتدين ناد المدعي النبوه زوج مسيلمه الكذاب مسيلمه الكذاب هكذا ان يبدو كان الناس ناس ونين غن ون يحفظ القران راه في خدا وقده صرنا مجرم أختي الساعة يستعمل ابليس وان غن ولي يحفظ القران يعني هو اللي لا يحفظ القران اتيت لانه القران قال الخطر انت غير في القران نا أدعي دونيت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر سيدنا ابو بكر الناس ادرك هذه الامه ادرك كتاب كتاب ادرك كتاب ربها فان القتل قد استحر بالقراء في المواطن هل الناس هاني وليو وسين القرانا ابا تمتن اشكون تين مجرمين وش كان في عسيسن عسيسن في حملات الشريعه عسيسن في الحمله النور عسيسن في حملات القران غير في عسيسن وكان يختينا اللي كان قتل اكون اللي كتينا غير السيف غير لا القتل الجديد وهو الترن بدر ولا يسند يضرنا ما سنغينا حتى نتغذور على سوء كان هاد ديسكوسنا ما صغينا و تسي لحتانا ردي ديس الخيران اللي يوسي يغدي و ربالي تحراك يبين لما الساحة نصلط في الناس ما تتسبون ما تيني نوريق العالم قيل عاليم المجرم تيني المبتدع مجرم نغدي الزنديق مبتدع نغدي قال فاسق نغدي قال زينديق نغدي قال كدا نسرح شوي و مصيبة العظمار انت في العدد نميد نزع ما قال نيت المولد يرينيت نيت الخيرين نيت ارتوسيادس القضيه دار طارنا مسؤول سوق ديال سرحنا رنقان غمس العلماء سنو كان سول رنقان غدو عاد سنو كان سول رنقان غحملات الخير سنو كان سول رنقان مازن حملات القران سنو كان سول هاتي الضربت الضربت اللي شتاني مسلم من غيدر يا العالم يا العالم الضربت اللي شتاني مسلم هادي والدروس زر سيدي النبي صلى الله عليه إن النجوم أمانة للسماء الأمن الأمن يجنون جنت جنت إثران فما يغدني فإذا فيدا ذهب النجوم أت السماء ما توعد يغدني إثران هن هن اختل ما اسمه هن يجنوان يشكد غير يشكد غير اللي وهو وهو القيامة يعني الحي الحين وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعادون واصحابي امانه لامتي علاش قال الاصحاب الامانه للامه قال لمن الامه اشكو قال العلماء فعلا دان الصحابه شي يختلف؟ اختلاف اختلف المدنين دليل بين بين الفراق بين المصايب بين الى لا الى يومنا الحاضر شي غير نغي هل قمت العلماء العظمه العلماء غير اللي غلى القيمه اللي غلى انت نسقلق سيدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي كله ونشكد اللي خ... اللي 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 كله اللي اللي كله اللي كله كله متن غي ماشي غير القضيه العلم اللي لا ندير ميدنا يعني مثلا نرسل السفتون نقدر تتعلم نغدا عرف السيكيز ميدنا يسكر القانون يسكر نقيس كدا عرس السيكيز ولكن تلات القضيه اللي هو البركه البركه العلم البركه القران البركه للحديث سيدي النبي صلى الله عليه وسلم البركه الخير حتى انت ترتبين ارتبين كل شيء ارتبين ما صح بنادم ارتبين غمس نتغرد نس ارتبين غمس النعام ارتبين الخير لكل تيلين علاش شكو بنادم بتمينا غنيكا تمينا غنيكا له منس غدر سيدي ربي تبارك وتعالى نغدي كان بنادم الهمنس عباس الشرع نربي تبارك وتعالى هنربي تبارك وتعالى في ناس يتسهل هنربي تبارك وتعالى تكوفوا الهم

نزيدو كان 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 الخرق يغذيو ربي الا كان ماسنا كان غراب نزيدو كان كان نفليو تيغم الضر ولها القضيه نفليو الضر نغذي كان غراب يغي خلع نغذي غي ضر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ينظر يسكوس الصحابه رضوان الله تعالى عنهم يسقسى يسقسى الصحابه يسمى تغوين يحفظن الحديث الفتان إنكر سيدنا سيدنا حذيفه رضي الله عنه الناس فتنه الرجل في أهل في أهله وماله تكفرها الصدقة والصيام والصلاة أما ما غير يصدق غير الزولا كذا راه تكفر ربي تبارك وتعالى الفتن أنت يقصد الزعماء الذنوب الصغائر إن سيدنا عمر ماشي ما الفتن غير يسخسان كان يسخسان الفتن التي تموج موج البحر تاني تنزل لموجة البحر الناس ليس عليك بأس منها يا أمير المؤمنين الناس كييه إيه أه وفلا لباس إن شاء الله الناس علاش الناس الا الا نقراك ديس سي الباب اختي يعني انا ما حنش شيء الناس الا نقراك دلك لي ثاني لا الباب سيدنا عمر يا نتينا غبد نعمي موسى لستينين يبين بانه انت راه قال الباب سيدنا عمر انت راه قال الباب علاش شكون درس العين من الكتاب الا درس العين من السنه ارغازي ايغا الناس الباب الناس يخلو يسرى النظر نغدي يسرى يرزم إنا سوهو أمير المؤمنين يسرى النظر إنا سوهو دور بيضرن ها أرض 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 قوم سيدنا عيسى الناس إن إن قال أن يهدم الباب أم يكسر الناس بل يكسر الناس فإن كسر فحقيق أن لا يغلق إلى يوم القيامة لباب الناس غير غير زع هنور سيدي قن أرتقم سيدنا عيسى كذلك لموت العلماء رضوان الله تعالى رضوان الله تعالى عليهم يقدر يموت هذه يخ... هن... هن... اقل ما رديش يشكي وخاصه واللي على القرميد واللي كان المجدد واللي كان كذا العلماء كل علماء نغد العل... المؤسسات العلميه نغد أغار ار ار أرى اللي أرى أرى حضر يقدر مسا مسا مس 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 يغدي ويربي الا داروا الحضره مس مسجيده هذيك الكتاب مثلا يضرب بيه حيد رسول غيني لي راه العقل سما راه ديرش كدار راسو مشكان هانو يمكن وري يمكن شغلنا ايزري شغلنا غير غي حنا شاهد غمس لا 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 العلماء آه يغدانا اللي فغن اللي آه فغن. آه فغن الامة يغدانا اللي فغن الامة هان ضربت تنسن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يفل قوم صربعين يوم ارتعباد العجل أربعين يوم تنفل فعبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى تعبد العجل أربعين يوم ماشي أربعين عام ولا سكواس ولا أربعين شهر ولا 12 شهر لا وإنما أربعين يوم يريد في اثنين يا العجل شيء غا النبي صلى الله عليه وسلم تخت قوضي بزاف ولادي لي موتنين ماني صلى الله عليه وسلم اللي ولا أخبار نريد س عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يفوق أنت ديال من نو يني يني كرم الطيور أما سيكن وأنا غمس الجيتا النبي الماعونة اللي غن يوكيا فينا دردرت اللي الصحابة درد الله تعالى عليهم سبعين واحد مي غنديس انت يعني نو أنت عمرو بن أمية الضمري ديال من نو مي غند المشركين نغير نكره أنت نوزنت يعني قال اسير وبصمت أو أوينتين اوين س ايش كثر الحيل تاع اللي غاسني رول اللي غاسني اللي كيم ديال المكان يا فيه كيسيان ميدن كان غايته اي تقبيل نانيت هادي كان كان خت قبيل تان يا اللي غكون يغرس اسن اللي غدير كيم دار سيدي النبي صلى الله عليه وسلم فاصل اخبار ما يجرى غمسن سبعين وحده اللي موت كذا الى الناس ولكن هذه حتى كيرو الغسنا كرا رو الغسنا بعدا كرا نصاع الناس سمي الناس اللي كيبغي لما كان فلانه في غد كيسه فلان دفلان غدو كرا نغوى اللي غينا وزغسنا الناس النبي صلى الله عليه وسلم تيغوينا في غسل لمان يفالام النبي صلى الله عليه وسلم يفالامان دنا الدنا بمعنى اللي غسل يفالامان اللي راس العهد هاني خصا النبي صلى الله عليه وسلم يخلص ديانسن يا يدارسن تفارنت النبي لما الله عليه وسلم غيك لي سنا بحر جيش كان مصل الحرب باسم غزوة أحد قلة ذات اليد إلى آخره كذا كذا لا يستغل اللي البنود لي اللي يسكر دودين المهم يسمون اللي يسمون مسندرة مسندر أما سندر الصحابة رضوان الله تعالى أما المدينة يسكر ذا دودين ودين بنو النضير بنو قينقاع هنقول لنا اللي أتي فغل بنو النظير الدبقان نتي بنو قريضة الدبقان مس الدبقان مس المدينة يدو سيدي النبي صلوات الله وسلامه عليه باش الدرس نيمز الدرس نيمز التعاون اما سنديت نسي مدنان اللي ينغى عمرو بن امية الضمري رضي الله تعالى عنه وارضاه هو المهم بدلي مشى نتنيا اللي غير اللي سنة غير الشمس زارو داين حتى نتنا نزرع لمشاكل نصن الصداع نصن نادلي بانه دارت غزوه احد لي غينغا النبي صلى الله عليه وسلم كعب بنو الاشرف إلى قماض اللي وداينك شمنه شمنه شمون شكون تناتي غيك انا بالدايان ها نو داين غيك اللي بالدايان ادكان وجودنا يبدلونا جودنا يغيرن اللي غا اللي غا اللي غا اللي غا يصيف زرس النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا ماشي مشكله شكيد تناتي سرح السبان سرحنا الجماعة اللي اللي الاسرائيلي اللي جرنا ما سنغزوت احد سبين الحق سبين العداوه سبين البوض ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصبر كله غنجمع جماعتان كله تاع قرطان كله صداع كله غان كله صلوات الله وسلامه عليه ريت صبر الشغله نسك جوج على سوري سفلاد حس جوج اختي دوري لكم لي خصو سي دينا سي اي تعاونوا ما سن ولا نسوخا ننا سوا سكوس فلندغ ديو غربنا بلا تاك ناوي عاك نسمو الخير نتي ناوي لي غدا لي غدا داوين شغلنا ماشي وير نكراتسن انا نصيف ديالي كي غينا عاد اسن وزرق عاد تي الفلاسي لوحا ما سيكي ما سيكي وغرب لي عاد تي غ... سيدنا جبريل عليه الصلاه والسلام يعلم النبي صلى الله عليه وسلم سلمكر وداين يريد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه البعض يصيف الصحابه إن سينو النبي صلى الله عليه وسلم حتى سيمشغلون يسولوا الجو من مس المدينة غير فقط بلكت لك تبانو قاين وقع أو من كله غوين من حيي بن أخطاب انتد انتد ذو دين كله الرؤوس ودين لغنيلان جمعا ما رانسكير ما هو رانسكير يسرندو عاد سبقو قال لي غير مين نكلو نزرين حرب نغوض ورز اللهم كان فوق يلا صافي مذاكر باش هاد فوغن يصيف نزرسنا عبد الله بن ابي بن سالول انا صورت ما كاين رديدون رديدون مو راه ديدوني ليغ راه يعني انا كي رانا كل لي مولغ كذا كذا الى أديس ديس ديس المير. كذلك بنو قريضه بانو قريضه حتى ثنتني صف دنس سبانو النظير حتى كناتي لان ديدون لا لان خرج جملة لان اخرج ان ربي تبارك وتعالى يقولون ان لان اخرجتم لا اخرجن معكم ولا ان قتلتم لننصرنكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا ما ينش ما ينش جمعتا ربي تبارك وتعالى ما سورة الحشر سورة الحشر كالتي سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يستغاث سورة بني النظير هذا سيسا سورة بني النظير أو سورة النظير هو غولي اللي سفنو كان يجمع المنافقين تنيد بنو قريضا ناس هاتين كنين بديدون هاتين ماني صيف تنيد بس الناس وندرى ماني يغلى تفوق تفاح كي راند العار كبر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اي سرس الجيش اي اللي خطني ولكن الا نقرا زيسنا العدد النخيل العدد يوجف كاين طرف العدد يوجف بنت ان ربي تبارك ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين ان رب تبارك وتعالى بنو النظير ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب النار الشاهد غمسنغي غويلي لانه كان النبي صلى الله عليه وسلم سرس يحرق غالي العدد او كشي في غناء يشكي سرسن يقذف ربي تبارك وتعالى الرعب امس امس ولا ونسن غويني اللي ما ذكرن اللي كيمن لا بانو قوري ذلك من اثنين ولا ولا عبد الله بن ابي بن سنون نسي اللي كيمن كلو عينا يكشما يخرق يكني خفان علاش اش فوك صدم ديك الصدمه دي وين قال صافي صورة النبي صلى الله عليه وسلم اي كله حزمن فوغن اسنا اللي موزرنا التاسين. اناك الصحابه رضوان الله تعالى عليهم. إنك وداير سمقار غير ما ار خلاتي غمي. يروح حنا غراباد يخلوا البيبانات يسرق العفيد غيس غيس غيس. ان ربي تبارك وتعالى يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. فاعتبروا يا اولي الابصار فاعتبروا يا اولي الابصار. الخلا انت غمازن سيفه تسنس باش انت دور في النبي صلى الله عليه وسلم فعلا هو اللي يفون بدون قتال. بلا والو الخير كلشي كل شيء اللي غني لان يوصل النبي صلى الله عليه وسلم تقي يتصرف على يسكر اللي اللي على حسب المصلحه الشرعيه ما افاء الله على رسوله ما افاء الله على رسوله منه القرى فلله وللرسول ولذ القربى هو ناتي قاون ربي تبارك وتعالى نقيس تصرف يعني اريد تصرف النبي صلى الله عليه وسلم غير العدد قيس تصرف في المصالح مسلما وللرسول النبي صلى الله عليه وسلم نقيس يتصرف فوق ولذوي القربى يعني آه هو اللي الشرفه يعني اي درس النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيت نفاق فيت نفاق الخير نا فون ولي دو حتى تلك من لك ذريعات بقا بنو قريض دي بقا ما سنغينا هل عاد نس حتى اثنين رد ترجينا ما سنغزوت احد ضرب البيت مره اخرى اسلمت اذا غي الشغلات كله ما تقول لي وين الشغلات نتائج الغير المباشره ايما ايمي غزوه احد بقنا العدد وبعض النتائج اللي نبدا ان شاء الله تبارك وتعالى من اهمها غزوه الاحزاب اللي كان حتى المنعطف بهرم قرن تدارت غزوه بنو قريضه يعني منعطف حتى انت بهرم قرن بس التاريخ السيره نسيدي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ضرب تبارك وتعالى في سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أتوب واتوب اليك الحمد لله رب العالمين.